السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير للفيديو. حادث بشع في أبو غريب غربي العاصمة بالعراقية بغداد. أب يقتل ابنه وزوجته وأمها كما أصاب والدها بجروح. أكدت وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء أن الذهب الأبيض في أبو غريب شهدت اليوم حادث قتل عائلة من قبل